طيب احكي. شو بدي احكي؟ قلت ما تقطعيني لو سمحتي ودرت وشك. بفهم انك ما بتعملي شيء من غير تعليمات؟ هذا كل شيء، تفضلي. ولك عم قلك انه مديري طلع واحد اناني ومتوحد ومثل الدب القطبي وبدك يعني اصبر وتحمل لسه. لكن شو بدك يعني قلك؟ ما بتاخدي صاحب منيح الا من بعد خناقه. بس هذا المثل قديم كتير، وستي وستك اللي كانوا يحكوا ما بينفع بالزمن اللي عايشينه. بهالحاله حياة رح تنجبر تركض وراه وهي عم تضحك وتقول له حاضر لانه مديره بالشغل. لا عن جد ساعدتوني كتير انتو الجوز، شو بدي اعمل هلا؟ ممكن حدا ممكن ينصحني؟ الشغله فيها كذبه واذى على الفاضي، برايي اتركي هالشغل. اصحك تعمليها يا بنت، بتعرفي شو بده يصير فيكي اذا تركتي الشغل حياة؟ هي اسمها كذبه بيضه حياتي. بس الحياة ما بتمشي بالكذب. اذا حياة ما كذبت اصلا ما رح تمشي حياتها، وبالاضافه لانه ما في مدير منيح، في شيء اسمه مدير قاسي بالشغل، فحاولي تستمتعي بطعمه الظلم حبيبتي. مو ملاحظة انه صار لك اكثر من ساعة ونص متأخرة على البروفا؟ وهلا لخطر لك تظبطي مكياجك مرام خانم؟ مو شايفة حالتي نوران، طولي بالك علي شوي. لفي لشوفك منيح. ايه فعلا شكلك طالع مثل الملكاني اللي مسدود بالمخازن ومعفن. شكرا نوران ساعدتيني كثير الحقيقة، عن جد شكرا. لا انا ماني مختصة بالطب النفسي مرام خانم، أنا شغلتي هون معروفة للكل، مصممة شركة صار سلماز، ووجودي معك هلأ سببه هو خوفي على الشغل يلي لازم لاحقه. لا ما فيني اطلع بهي الحالة بين العالم، لا مستحيل اطلع بهالموديل هاد. لا تعصبي علي نوران، متوترة كتير، ما تضغطيني بالمرة. خير حياتي، شو الموضوع؟ من الصبح عم تحملي عكتافك بحصورة من؟ أنا كنت عند مراد حياتي، والسهرة كانت مجنونة غير شكل. بلا بلا بلا، والله حياتك الخاصة بصراحة ما بتعني لي شيء، وما بظن إنه مراد بيك رح يلاقي لك عذر، وإذا بتكوني بجلسة التصوير قبل ما يخلص النهار بكون ممنونتك كتير. إيه وهلأ شو عم تفكري تساوي حضرتك؟ شوف سطل مي وحط راسي فيه. أوه راسي كتير عم يوجعني. قولي لمديرك هلأ، شكلك شوفير مو أكتر، وشخصيتك ما بتزبط لحتى تكون ناطور. اصحك تقولي هيك شي يا بنت، بتخسري شغلك، وانتي شو دخلك بشكله للرجال؟ فهميني. طيب صبايا صار لازم روح. حبيبتي اعطيني محرمتين من العلبة بسرعة قوام. حطي لي اياهم على قبة الفستان لما تهر البودرة. ميرسي. ايه عمهلك خففي المي شوي، عم تطرشيني. تأمري بشي تاني؟ طلعت بدون ما افطر. روحي جيبي لي عصير بردقان يكون معصور فريش، وشوفان مع لبن يكون تازه بس ما يكون في قطع فواكه. اوعك. ايه على عيني. وشو كمان؟ جيبي لي هدول بالاول. ليش لساتك هون؟ انت بتعرفي انا مين بكون هون؟ لا والله. أنا بكون مساعدته للأستاذ مراد، سمعانا بهالاسم؟ هيك لكان، وأنا بكون حبيبته لمدير حضرتك. بس أنا حسب ما بعرف ما في منصب اسمه حبيبة المدير بالشركة. بالنسبة للشركة أنا الوجه الإعلاني للموسم الجاي. هلأ ركز تعريفك عن حالك، برافو عليك. شو؟ ركز؟ شو هذا اللي ركز؟ شو قصدك؟ قصدي أقول إنك مثل المانيكان اللي بيعرضوه بالمحلات، وهذا مو من اختصاصي يا أمورة، لهيك روحي جيبي مساعدة لحالك يا غندورة خاطرك. العمى شو وقحة. هدي مرام. أنور؟ أنور في أنور قوم لشوف. أمي من غير شي نايم وش الصبح، لا تبلشي. أصلاً كل المشاكل اللي عم نعيشها بسبب رجعتك وش الصبح ابني، يلا قوم بقى. أمي عن أي مشاكل عم تحكي؟ مو عارفان شو عم يصير. طالعة كتير حلوة اليوم. فهمني شو لازم أعمل لحتى تصحى؟ ليكي أمي الله يخليكي، شو رأيك نشيل هالغموض اللي بيناتنا وبلا لف ودوران؟ خلينا نحكي بوضوح أكتر.
مثل ما بتعرف مراد بالشغل وأبوك عم يشتغل بموضوع التقاعد وإنت لساتك نايم هون ومو مهتم. شو بدك أحسن؟ كل الأمور ماشية، ريحتيني على فكرة. غصب عنك أنور، مو على كيفك. يلا بدك تقوم تعمل دوش وبتحمل حالك وبتروح على الشركة فورا. اسمع أنور، إذا ما بتنفذ اللي عم قوله بحياتي ما رح سامحك. قوم من تختك بقى، تحرك. طيب خلص ماشي، روقي شوي أمي، روقي شوي، هدي لي حالك لو سمحتي. معقولة أمي تكوني دخلتي بسن اليأس؟ أنور بضربك ها؟ استعجلوا بكتالوج المجموعة، مسؤول الدعاية ناطر الصور ليتفق مع المجلة. صور للمسؤول بسرعة، حول. لك انت شو عم تعملي هون؟ شو بدي يكون عم بعمل؟ عم غير شكل. ممكن تقلي شو شغلتي بالشركة؟ شو المنصب اللي تعينتي فيه؟ إني ساعدة لمساعدتك. معناتها ساعدية لمساعدتي. انشري خبر إنه مطلوب مصممين من الفئة الشبابية. نشرنا الإعلان يا بيك. بس أنا قلت لكم حضروه ما تنشروه، صح؟ إلغى الإعلان، هيك الأوامر، حول. أنا بحاجة مواهب شابة، بس بنفس الوقت أثبتوا موهوبكم بهالمجال. شويك شباب موهوبة، حول. شوفوا كوادر الشركات المنافسة، خلينا نقدم عروض تجذبهم لعنا. رح تسرقوا موظفين يعني؟ قصدي مو حلوة الحركة، بتغار إذا شفتهم عم يشتغلوا منيح بشركة غير شركتك؟ تالا خانم، قولي لمساعدتك هي هون لتنفذ قراراتي مو لحتى تنتقد شغلي. وإذا علمتيها تشتغل على السكت بيكون أحسن. تتعلمي شغلك وبتنفذي بدون ولا كلمة. بتموت إذا ما عملت مدير على الكل. Love to Nanlamar.